اهلا بيكم، صباح الخير عليكم جميعا مشاهدي قناه الحياه برنامج العياده، وكل سنه وانتم طيبين بعد موسم اجازه طويله. وحشتونا جدا، بقالنا قد ايه؟ شهرين دلوقتي، رمضان والعيد وبدايه فصل الصيف. ان شاء الله تكونوا قضيتوا اجازه سعيده، ويكون شهر رمضان عدى عليكم كلكم بكل خير. خدوا بالكم، احنا داخلين على موسم، احنا في الصيف دلوقتي طالعين من الكحك وداخلين على موسم رمضان، والمانجا والفاكهه والتين والعنب. يعني احنا بنربي زباين بالحاجات دي، هيجوا كلهم يشوفوا تضهون بعد كده، بس احنا عايزين كل واحد ياخد باله من الموضوع ده، لانه زياده الوزن في الوقت ده ناكل بس، نلعب ونتحرك ونعمل مشي ورياضه وكده. كل سنه وانتم طيبين كمان، ومصر كلها بخير بعد اللي الواحد شافه اليومين اللي فاتوا دول في الاحداث بتاعت يوم الجمعه العظيم اللي فات الصبح، مشغولين باللي حصل في فرنسا وبالليل باللي حصل في تركيا. ونقول يا رب دايما يديم علينا نعمه الامن والامان في البلد، ويحفظنا من كل سوء، ويعدي الايام اللي احنا فيها دي على خير يا رب. الواحد اصلا ساعات بيقعد، في ناس بتستفزك، قاعد من كده منتظر عايش في نعيم وراكب عربيه وكل يوم يتفسح في حته وماشي في طرق جديده وحاسس بامن، وانا يقول لك البلد ومش البلد والبلاعه ومش البلاعة. يا عم هدي اللعبه شويه، ربنا يهدي الناس كلها يا رب لما فيه الخير. الحقيقه احنا النهارده عايزين نتكلم على موضوع مهم وبنتكلم فيه قبل كده، لكن دايما مطلوب ودايما محتاج ان احنا نعرف عن الشعر وزرع الشعر. الشعر بالنسبة لأي واحد راجل أو ست له فوائد كتيرة وله مظاهر كتيرة، والمنظر بتاعه نفسه كده بتاعت الشعر بيخلي إحساس تاني خالص. في حالة عدم وجود شعر بتبقى الإحساس ده مش موجود، وظائفه كتيرة، والناس بتبقى دايما عايزة تعرف يا ترى نعمل ايه في علاج الصلع، أو امتى نعمل زرع شعر. الموضوع ده هو اللي هنتكلم فيه النهاردة، ومستني على اسئله حضراتكم فيه او في اي مجال تاني في التجميل على الارقام اللي هتظهر قدام حضراتكم على الشاشه، وتابعونا خليكم معانا. يعني دايما لما بنكلم على الزرع بتبص تلاقي الموضوع يختلف الى انه كل واحد عنده تساقط يجي يقول عايز اعمل زرع شعر، او واحد او واحده. 90 او 95% من حالات زرع الشعر بتتم في تساقط الشعر الوراثي، اللي هو الصلع الوراثي، اللي هو بيجي في الرجاله وبيجي في الستات. رجالة الصلع الوراثي بيجي بالشكل اللي احنا معروف، اللي احنا كلنا عارفينه، يبتدي المنطقة دي ويسيب الجناب فيها شعر، وله درجات، وبتعتمد الدرجة بتاعة الصلع على قوة العمل الوراثي. السيناريو المشهور، هيجي واحد الشاب هيجي من نقول يقول انا شعري ابتدى يخف، تفحص تلاقي الشكل المحدد بتاع الصلع اللي هو الحتة دي، هي دي اللي متأثرة بدرجاتها المختلفة من الدرجة الأولى إلى الدرجة السابعة، إنما مع الجناب تلاقي الشعر سليم. تلاقي مش متخيل إن في صلع وراثي. هو الأول يقول لك أنا ابتديت أحس إن شعري ما بيطولش، ابتديت أحس إن هو ابتدى يبان فيه فراغات. عارف لما يقول الكلمة دي معناها إنه 50% من الشعر في الحتة اللي بيشتكي فيها راح، لما يبتدي يحصل فراغات، يعني معناها إن الموضوع بقى له فترة. تبدا بصيلات الشعر، تخيلوا بصيله الشعر دي عامله زي البصله جوه الجلد، البصله الاصليه بتاعتنا حجمها كده قد البرتقانه، تطلع شعره قويه طويله، فتره نمو طويله. انتوا عارفين الشعر بتاعنا بيمر بفترات، فتره النمو هو اللي بيطول فيها تقريبا، يعني هنقول سنتي في الشهر، يمكن اقل من كده شويه. تفضل فتره النمو دي بتختلف من بعض الناس تكون 3 سنين، بعض الناس ممكن تكون 6 7 سنين، اللي فترة النمو بتاعتهم طويلة تبص تلاقي الشعر يطول، تسيب الشعرية تطول ما تقصهاش، تلاقي البنت شعرها واصل لغاية ظهرها من ورا. ليه؟ لأن الشعر عمالة تطول تطول تطول، بصيلة شكل الشعرة بتاعتها بتطول. فترة النمو تخلص تبتدي الشعرة تكسر، تلاقي البصيلة اللي هي قد البرتقانة كده تكش تكش تكش، تظهر تبقى قد إيه؟ المشمشية الصغيرة. وبالتالي الشعرية اللي كانت ماسكة بقوة فيها تفك وتخف وتقع. ده التطور الطبيعي، تبتدي البصيلة تخش تاني في دورة جديدة. في العادي بتاعنا كلنا ان كل بصيلة في دماغنا مقرر ليها انها تلف حوالي مثلا هنقول 20 لفة. اللفة دي فيها 3 سنين نمو وثلاث شهور كسل وثلاث اسابيع تقعد شعرة فيهم، يعني تقريبا 60 سنة في المتوسط، تختلف من شخص لشخص. كل البصيلات تكبر مع بعض اول ما البيبي يكون لسه مولود، تبص تلاقي شعره كله وقع مرة واحدة. بعد كده تبتدي كل بصيلة تاخد الريتم بتاعها، تلاقي احنا في دماغنا تقريبا في المتوسط في 150 ألف شعرة،
هتبص تلاقي شوية منهم في مرحلة النمو، بدأوا النهاردة شوية بتاخدوا بكرة شوية بعد بكرة، بحيث إن الفترة دي لما يجي الشعر يقع ما يقعش كل مرة واحدة، يبقى كل شعر وكل مصايلة بتسلم شعرها تطول لفترة معينة. اللي بيحصل في الصلع الوراثي إنه في حاجة في الجينات الوراثية بتاعت اللي عنده الاستعداد للصلع الوراثي بتخلي البصيلة بدل ما تعمل ال 15 20 لفة بتوعها، كل بصيلة متبرمجة إنها دي هتاخد 10 لفات ودي هتاخد 11 لفة ودي هتاخد 12 لفة. توصلي مع الوقت في بصيلات توقفت عن النمو وبعد كده تموت. البصلة الكبيرة اللي قد برتقالة تكش 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 تكش، تبتدي الشعرة اللي أنت بتقول عليها بتيجي تشتكي تقول الشعرة بتاعتي ما بتطولش، الشعرة بتاعتي بقت أخف، بقت أرفع، بقت ضعيفة، تبتدي الدنيا تبان إن الشعر بيقع لغاية ما تموت البصيلة والشعرة تقع فعلا. تيجي أنت تشتكي تقول لي أنا في فراغات، نبص نلاقي واخدة الباترون بتاع فورمة الراس بتاعت الصلع الوراثي، نشخص إن ده صلع وراثي. طبعا بنسأل نلاقي في تاريخ في الأسرة، ممكن يكون من الأب، ممكن يكون من الخال، ممكن يكون من الجد، بطريقة مختلفة بيجي عند الإخوة، مش كلهم يكونوا زي بعض، مش شرط إن كلهم ياخدوا نفس الدرجة، مش كلهم ياخدوا نفس الباترون بتاع الوالد. أو البنت نفس الشيء، البنت بقى بيكون الصلع الوراثي عندها غالبا بطريقة مختلفة شوية. تبص تلاقي الشعر قدام سليم، تلاقي الخط الدماني موجود، لكن الضعف حصل في النص، وقد يكون درجة أولى تانية تالتة، يخف شوية يخف أكتر، يبقى في فراغات كتير قوي حسب توطد العامل الوراثي، درجة أولى أو تانية أو تالتة، مش سبعة زي الرجالة. في نوع تاني من الصلع الوراثي اللي بيجي في البنات نتيجة زيادة هرمون الذكورة، نتيجة أكياس على المبايض، نتيجة ورم في أي حتة في الجسم، في لخبطة في الهرمونات في الجسم لسبب ما، تبص تلاقي ياخد الشكل بتاع الصلع الرجالي، حتتين دول يخشوا جوه قوي ويبتدي يبان ان هو فعلا الخط بتاع الشعر بيرجع لورا، الجبهة بقت عريضة. وبالتالي ممكن جدا تلاقي بنات كتيرة جاية تزرع الجبهة عريضة، الخط رجع لورا قوي، الحتتين دول فاضيين. يبقى الزرع قد يكون في الرجالة في درجة من درجات السبعة، أو قد يكون في البنات نتيجة إن الخط الأمامي بيرجع ورا جامد، أو في بنات أو ستات نتيجة صلع اللي هو الحتة الوسطانية فاضية. 95% من حالات الزرع بتتم نتيجة الصلع الوراثي، 5% الفاضلين بيكونوا حالات أخرى أقل حدوثا، مش هنتكلم فيها النهاردة عشان ما نشغلش بالكم بالحاجات دي. الحاجات التانية الأقل حدوثا دي بيكون غالبا عايزة علاج طبي. عشان كده لما تيجي تبص لي واحد يقول لك عندي صلع وراثي ورحت للدكتور وقعد يديني جلسات بلازما وميزو ثيرابي واداني ادويه وحط رش واعمل كل ده، احنا عارفين نتائجه ضعيفه ومحدوده. النتيجه قد تكون المحافظه على الشعر الموجود او تقليل معدل التساقط بتاع الشعر الموجود، لكنها تحيي بصيله من اول وجديد وخليها تطلع صعب جدا. هما دوين بس اللي اعترفت بيهم هيئه الاغذيه والادويه الامريكيه الاف دي اي اللي بنستعملهم، واحد منهم بيتباع بخاخة، واحد تاني قراص، هنتكلم عليهم بعد شوية. لكن موضوع البلازما وموضوع الميزوثيرابي اللي هو كل الناس دلوقتي بتفكر انها بتعمله، فوائده في الصلع الوراثي محدودة. يمكن في الستات عشان هو بيحافظ على الشعر اكتر بيكون نتيجته افضل شوية، لكن في راجل وعنده الشعر ويقول لي انا قعدت فترة اروح للدكتور بيشتغلك، قعدت فترة واخد جلسات مفيش شعر يعني مفيش بصيلات وماتت، متوقع انك تبدا بلازما وبالميزوثيرابي هيطلع شعر تاني، ده تهريج تهريج، مفيش حاجة كده في الطب. لكن احنا بنستعمل البلازما وبنستعمل الميزوثيرابي اثناء وبعد الزرع عشان نخلي الشعر يبقى احسن واقوى، يرجع لطبيعته اسرع، ودي نقطة هنتكلم فيها بعد شوية. معنا اتصال من مين؟ اتفضلي يا مدام صفاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمحت يا دكتور، انا جوزي عنده 37 سنه وعنده اللي هو موضوع الصلع الوراثي دوت اللي أيوه. في وسط الراس بالظبط. هو كان بياخد اللي هو علاج يعني بالاسم، ما كانش مرشح للدكتور يعني حد قال له عليه كده، فهو مش عليه بس بعد. معلش انا مش سامع كويس، ممكن تقفلوا الميكروفون من عندكم يا هشام؟ ايوه اتفضلي كده. ايوه مع حضرتك. ايوه 37 سنه وعندك صلع وراثي. لا جوزي مش انا. جوزك. ايوه فهو العلاج اللي هو بياخده يعني مش ماشي عليه دايما، ودايما الاقي المخده بتاعته عليها شعر كتير بيقع. أيوة. بس مش دايما، فمش عارفه بقى العلاج اللي هو يمشي عليه حضرتك ايه.
شوفي بقى، هو كويس انت جيتي سؤالك في الوقت اللي احنا عايزين نقول العلاج. يا ترى اللي عنده صلع وراثي لما يجي يقول عايز اعمل زرع، نقول له على طول يلا نعمل زرع، ولا ندي له علاج الاول، ولا في علاج اصلا ولا ما فيش؟ في علاج. العلاج ده بيكون عباره عن بخاخ. البخاخ ده دواء اسمه مينوكسيديل، والمينوكسيديل ده اصلا كان دواء بيستعمل لعلاج ضغط الدم المرتفع. اكتشفوا معاه ان الشعر بينبت زياده احد مضاعفاته، فقالوا ناخده ونفصصه، وخدوا منه الماده الفعاله، بقت تتحط برشاش او بخاخ. تخش دي تخلي البصيلات كلها تنشط، تخلي البصيله راح تطرد كلها الشعره القديمه مره واحده. تلاقي بيستعمل مينوكسيديل، اول ما يبتدي يستعمله اسبوعين ثلاثه الشعر زاد التساقط، تقول له احنا عارفين كده، بعد كده يبتدي النتيجه تبقى احسن. بيجيب نتيجه مش بطاله لكن له حدود، وعايز يستعمل طول العمر. اول ما تبطله هنرجع يمكن زي من الاول ما كنا. الدواء الثاني بيتاخد عن طريق الفم اقراص، بيبقى نتائجه احسن شويه، خاصه في الرجاله في منطقه هنا. التثبيت هو الهدف، التثبيت بتاع الشعر على الوضع الحالي، تقليل معدل التساقط. انبات شعر جديد بيكون يعني البصيلات اللي لسه ما ماتتش بينشطها شويه ويطلع شعر خفيف، يدي ارضيه كده فروه الراس. العلاجين دول كل واحد فيهم له مضاعفات لازم نشرحها لكل واحد، وهناخده لودي التقدير. العلاج بتاع الشعر لازم تاخد على طول، اول ما نبطله هنوقفه هيرجع تاني زي ما كنت. اذا العلاج الطبيعي اللي في كل مكان في العالم هو زراعه الشعر الطبيعي. ولما نقول زراعه شعر نقصد زراعه شعر طبيعي، ما بنتكلمش خالص على غرز الشعر الصناعي، ده حاجه بتؤدي الى التهابات متكرره، واللي بيعمله بيتحول الى شخص مشكله عنده، مش بس ما فيش شعر، ده عنده التهابات، ويجي بعد كده عايز يشيله وعايز يزرع مكانه. خلي دي جنب هنتكلم فيها بعدين. اذا العلاج بتاعه هو الزراعه في تقديري. افرض بقى واحد جاي عايز يعمل الزراعه وهو لسه صغير، يعني بدا التساقط عنده مبكر، شاب عنده يمكن ما جابش 20 سنه او في اوائل العشرينات، وعنده عمل وراثي قوي، وطبعا بيبقى مشكله لان هو كان من 4 سنين كان شعره كويس جدا، وجايب لك صوره ليه شوف شعري كان ازاي. هنقول له احنا ممكن نزرع، بس خد بالك خلينا الاول ندرس حالتك هتبقى ايه في المستقبل بناء على قوه العمل الوراثي اللي هنعرفه من التاريخ. نشوف صوره لوالدك ونشوف صوره لعمك وصوره لجدك، ورينا اخبارهم ايه، يمكن ناحيه والدتك في حد كمان. يبقى احنا نتوقع هيبقى شكله ايه في المستقبل، ولما نيجي نزرع نخلي الشكل بتاع المستقبل ده احسن، نخلي الشكل في المستقبل يكون شكله الطف. لكن ما نقولش نرجعه زي ما كان زي الصوره اللي هو جايبها، لان ده معناه ان احنا هنهدر الشعر، لان الشعر اللي هنزرعه بنجيبه من ورا لقدام كميته محدوده، هنحسن استعمالها هنحسن استعمالها. ما ينفعش اجي النهارده اروح اعمل له زي ما عايز خط الشعر قدام زي ما كان هو سنه 15 سنه، تلاقي بعد شويه الشعر اللي على الجنبين واللي ورا كله فضي، بقى قدام في شعر وقدام شكله يضحك. لكن اجي اقول له استنى احنا عارفين انك هتصلع اكتر من كده، خلينا نزرع في الحته دي ورا شويه، خلينا نبقى عارفين ان الحته دي هي اللي هنحافظ عليها دايما في الزرع، سواء المره دي سواء الزرعه الثانيه اللي بعد شهر ولا سنه ولا اثنين او بعد 3 سنين، او ممكن الزرع يتعمل اكتر مره، ممكن يتعمل اكتر مره. وبناء على الكميه المتاحه وبناء على النظره المستقبليه للشكل بتاعك هندي الكميه في المكان الصح اللي انت عاوزه. استاذ احمد اتفضل. الو الو، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، اهلا بيك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا احمد. بقول لسيادتك انا ابني عنده 13 سنه وشعره فيه بعض شعر ابيض، هل ده ليه علاج؟ 13 سنه وفي شعر ابيض. هل دي حاجه وراثيه في العيله مثلا؟ العيله كلها كانت كده؟ والله يا فندم احنا بس مثلا من سن من العشرينات كده مثلا، لكن مش من 13 سنه. اوكي، شكرا يا احمد. هو احنا هنسميه بريماتيور جرينج، ان الشعر يبيض سن مبكر شويه زي احمد ما بيوصف على ابنه. السبب الرئيسي عاده في موضوع زي ده بيبقى وراثه، وزي ما والده بيقول كانت في العشرينات يمكن جت في احمد 13. احنا في مرض واحد بس بنحب نتاكد منه هل يا ترى موجود ولا لا، اللي بيخلي الشعر يبيض اكتر، هو مرض التعلبه. التعلبه اللي بتيجي في الراس اللي هو مرض نتيجه خلل في الجهاز المناعي بتاع الجسم، جزء منه اللي جه شعر ابيض. ساعات بيكون اول حاجه تظهر عند الواحد ان الشعر ابيض، وبعد كده تبتدي حته تبتدي تقع وله علاج. اذا ما كانش ده موجود يبقى ما نقلقش، دي حاجه وراثيه، ولغايه دلوقتي العلم مش قادر يشوف الخلايا اللي جوه البصيله بتاعه الشعر المسؤوله عن تلوين الشعر ليه كسلت. هي الشعر بتبان بيضه لان الصبغه اللي جواها ما طلعتش، يعني الخليه الملونه ما اشتغلتش،
مش ان فيها صبغه لونها ابيض، لا، ان الصبغه اللي اصلا موجوده تكون موجوده، اللي هي تكون سوداء او بني، بني فامق، بني فاتح، مش عارف حسب لون الشعر، ما اشتغلتش. فالشعره طلعت فاضيه فبان لونها ابيض. ازاي بقى نخلي الصبغه دي ترجع تاني تشتغل وتملى جوه الشعر؟ دي صعب. الحل الوحيد الناس بتروح صبغاها من بره، تلونها من بره. ودي قصه بقى، حكايه حدوته ازاي نعتني بالشعر والصبغه، دي اتكلمنا فيها مره قبل كده وهنتكلم عليها الحلقه الجايه ان شاء الله في العنايه بالشعر باذن الله. النهارده هنتكلم على الزرع اساسا. اذا احنا قررنا انه الزرع الشعر هيكون، احنا خدنا القرار خلاص، واللي بيجي في سن معين بنفترض ان احنا بنأخر سن الزراعه شويه، الا لو اصر يبقى هنتفق زي ما عملنا، هنعمل برنامج هنزرع فين وكميه قد ايه كل مره، بحيث ان احنا نحافظ دايما على شكل حلو. طيب لو واحد جاي بقى في درجه سابعه، العكس بقى، واحد جاي متاخر خالص وصلاه واسع واللي فاضل شعره قليل قوي، برضه متضايق. ما هو استمراريه الجلد الابيض من الجبهه الى فروه الراس بدون حاجه ما تحدد الوش عن الراس بتدي سن اكبر، بتدي احساس ان الواحد كبر اكتر، ودي حاجه مش الناس عايزاها طبعا بلا شك يعني. طب نعمل ايه في حاله زي دي؟ حاله ان يكون ساحه المساحه المطلوب زراعه كبيره، والمساحه اللي فيها الشعر اللي هناخد منه الشعر مش كبيره. هنا بقى بنعمل بلند، خلطه بين الفن والعلم. خليكم معايا عشان نحل الفزوره دي بعد الفاصل. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وبنتكلم على كل حاله جامده. واحد جاي عنده صلع وراسي ومساحه كبيره من الاريا فاضيه والشعر اللي ورا مش كتير قوي، طب نعمل ايه؟ احنا بنقدر هنا نستعمل شيء من الدهاء، كميه الشعر المحدوده اللي نقدر ناخدها ندي بيها شويه شعر في المنطقه القدامانيه في مكان مظبوط في اتجاه محسوب بطريقه سهله. نقوم نزرع كمية في المنطقة دي، ده أول نرسم عليه ونبين له فين الطريقة اللي بنعملها. احنا بنعمل الموضوع ده بجهاز ليزر محدد نقدر نرسم بيه على الشعر ونظبط المكان والزاوية والاتجاه بتاع الشعر ونشوف النتيجة دي تبقى شكلها ايه. ترى بتعمل النتيجة، بتعمل نتيجة هايلة. استعمال كمية محدودة من الشعر يعمل فرق جامد جدا في حالات الكبيرة. ده طبعا لان انا الكميه المحدوده دي لو فرشتها على كل المساحه الفاضيه هيبقى الشعر بعيد عن بعضه، هيبقى كثافه قليله. ودي دايما نقطه بنوزنها لما نيجي نناقش العمليه مع اللي هيزرع، يا ترى احط الشعر فين؟ الكميه اللي في ايدينا اولا كميه قد ايه؟ ثانيا نوزعها ازاي؟ كل ما هنكثفها في حته اقل كل ما هناخد نتيجه افضل. وبالتالي مش عايزين نبقى ايه بندي احلام. ممكن واحد يقول لي انا عايزه كثافه خفيفه وبس كل يوم اتغطي، ماشي خلاص ماشي، بس احنا بنديك الاول الافتراض بتاعنا وبالتالي انت تاخد القرار اللي يناسبك بناء على النصيحه اللي احنا هنتفق عليها مع بعض. اهم خطوه واكتر خطوه بتاخد وقت هي دي، نتكلم قبل العمليه الزرع هيكون فين والنتيجه هتبقى ازاي ونعمل شكل ايه. وطبعا مهم قوي ان انت تشوف صور، لانك بتبقى متخيل حاجه غير اللي انت شفتها. ممكن تكون شفت حاله تكون معموله غلط او شفت حالات معموله غلط، او ممكن تكون سمعت حاجه مش صح. انا كان عندي واحد امبارح جاي يقول لي انا عندي اعلان مكتوب ان بنزرع في الجلسه الواحده 12,000 شعره، انا عايز كده. قلت له مش ممكن. يعني احنا بنتكلم العقل. انا راجل بعمل زرع شعر من سنه 1998. يعني السنه دي اشتركت فيها الجمعيه الدوليه وقعدت احضر مؤتمرات واقدم ابحاث بتاعت شغلي لغاية سنة 2010 لما خدت الزمالة الأمريكية اللي هي البورد الأمريكي في زراعة الشعر، شهادة امتحان، وذكرنا وقعدنا قدام بحاسة دي كده 50 حالة تقدمهم عشان يشوفوهم ويناقشوك فيهم وتمتحن تحرير وتمتحن ثلاث لجان شفوي. البورد الأمريكي صعب والزرع شغال. سنة 2012 خدت حاجة اسمها الفيلو ممبر، يعني عضو متميز في الجمعية الدولية، لأن ما بيدهاش لأي حد. يعني عايز أقول الموضوع مش بيتجاب كده إيه احنا بنزرع شعر تعالى حط فلان بيزرع، لا، احنا عايز خبره وعايز قرار. اهم حاجه هي الدراسه وهي هي هي المناقشه اللي بنعملها قبل العمليه عشان خاطر نحدد نعمل فين وازاي واتجاهه ونحطه كده ونحطه كده. مهم قوي الكلام ده. اذا هننقل شعر من ورا لقدام، احنا خلاص خدنا القرار، نعمل ايه بقى؟ نقعد نتكلم الاول وبندي لك ورقه فيها التحاليل، فيها
التعليمات قبل وبعد، هتعمل ايه وايه المطلوب منك تعمله وتتوقع النتيجه ازاي وتمشي ازاي، زي ما هنقول بعد شويه. نعمل تحاليل روتينيه نطمن، لان عمليه الزرع بتاخد حوالي 7-8 ساعات. يا خبر، 8 ساعات؟ يا الله، بس بنج موضعي. بنج موضعي المنطقه الاولانيه في ورا، وبعد كده ندي بنج قدام، نعمل خروم نحط فيها الشعر. خلص العمليه، تغسل شعرك وانت قاعد، وكده تخرج ما فيش لا رباط ولا في عمه ولا في شيء. تريح يوم، تيجي تالت يوم تغسل تاني، نطمن عليك، مع السلامه، عيش حياتك. تتوقع ان الشعر يطلع في خلال شهر، يبتدي ينمو طبيعي، حسب بقى، في ناس في 4 شهور، في ناس في 7 شهور. اذا يبقى السؤال الاخير الاهم اللي الناس كلها بتسال عليه، هنجيب الشعر من ورا لقدام ازاي؟ طبعا احنا بندرس ورا الاول، بنشوف المنطقه الخلفيه بتاعت الشعر هنا، كثافه الشعر ونوعيه الجلد وقرب الشعر من بعضه. الشعر لما بينبت من الجلد بيكون عامل وحدات، عارف؟ زي ساعات كده الناس بقى، حد شاف القصب بيطلع ازاي؟ بتلاقي الجدر كده طالع منه عود او اتنين او تلاته او اربعه، كلهم طالعين من نفس الجدر. ساعات بتلاقي نخله طالعه من جدر واحد نخلتين. هو الشعر بيعمل كده، طالع من الجلد، يا واحده يا اتنين يا تلاته يا اربعه كده. في الغالبيه بيبقى اتنين وتلاته، وتلاته ده اكتر رقم موجود. كل واحده من دول اسمها وحده. فاحنا عايزين ناخد الوحدات دي زي ما هي كده، ناخدها نحطها هنا في الخروم اللي احنا هنعملها في المكان اللي اتفقنا نزرع فيه، في الاتجاه اللي احنا عايزين نزرع فيه الشعر. الحصول على الوحدات من المنطقه الخلفيه بيتم النهارده اسهل حاجه بالاف يو اي، اللي هي طريقه الاقتطاف. هنيجي من ورا نحلق الشعر، ونيجي على فروه الراس بنبص عليها كده بحاجه مكبره الاول، بنحسب كميه الشعر اللي طالع وحايد واتنينات وتلاتات، نظبط قطر الآلة اللي هتتحط وتخلع أو تنخع أو تقطف البصيلة من الجلد. شوف، أنا قلت كلمة في جملة فيها فن كبير قوي، فيها شغل كتير قوي. يعني الحكاية مش مجرد إن أنا أقطفها وخلاص، أنا عايز أقطفها وأسيب أقل فضاء ممكن، أقل حتة فاضية، ما أسيبش حتة كبيرة، ما أحطش بانش عامل زي اللبيسة بتاع القلم كده وأحطها تكون واسعة، يبقى خدت حتة جلد زيادة، يبقى معناها يكون في جرح يخف بالتئام، حتة فاضية في الجلد. غلط. يبقى أنا عندي مقاسات. البانش اللي هحطه ده، السلاح اللي أنا هركبه في الجهاز بتاعي، قد يكون، عارف الدايمتر بتاعه كام؟ 7/10 مللي، 8/10، 8.5/10، 85%، 90، 9.5، 1. آخر مقاس نقدر نستعمله حاليا في واحد زي قديم وبيشتغل بقاله فترة وعنده فكرة، لا يمكن أن يضغط من 9. انما اول ما ابتدينا كان زمان، اول ما ابتدت الاف يو كانت بتستعمل 1.2 أو 1.5 كمان، كانت بتبقى عامله زي البلوه، تطلع تسيب حته فاضيه. غلط. النهارده بعد ما نعمل الاقتطاف، نقط صغيره قوي، نقط رفيعه قوي، يبقى لما الشعر يطول يغطيها. هو الشعر هيطلع تاني يا دكتور مكان الاقتطاف؟ لا، بس احنا لما بنقتطف الحته اللي ورا اللي هنا دي اللي احنا بنقطف منها، فيها تقريبا 50,000 شعر، 40,000 شعر. احنا في المره الواحده هناخد 5، هناخد 4، هناخد 3، حسب ما ناخد. يبقى الكميه اللي بتتاخد اللي فاضله كبيره قوي، هيطلع يغطي كان في ما اتاخدش، ممكن اخد تاني وتالت من نفس المكان. طبعا لو خدت كتير قوي هيبان الشعر اخف، لكن ده اللي بيحصل. كويس. يبقى احنا اتفقنا هنعمل، هنبص على الشعر من ورا، هنبتدي نحلق ونحدد نقسمها مربعات، والمربعات دي بنبتدي نديها بنج موضعي بحقنه. تبقى بتبقى قاعد ساعتها على كرسي مخصوص مفصلينه ومخترعينه، اخر راحه، قاعد وواطي دماغك على المخده وايديك محطوطه تحت، معاك اللابتوب بتاعك واحنا شغالين من فوق. حلو قوي. انت مش حاسس بحاجه. نبنج، وساعات غالبا بنشتغل ناحيتين في نفس الوقت عشان نوفر وقت. وبعدين يبتدي الجهاز بتاعنا نظبطه، العمق اللي هناخد منه، الاتجاه اللي هنخش بيه، السرعة اللي هنظبط عليها الجهاز، القطر بتاع البانش، البانش نفسه بتاعنا شكله ايه، كل دي نقط فنية بنحسبها في الأول، بنعمل اختبارات، كم واحدة كان طلعهم، الحالة دي الجلد فيها تخين، الحالة فيها الجلد شعر عامل مجعد، الحالة دي الشعر فيها كثيف قوي، الحالة دي الشعر فيها تلاتات أكتر، وحيدات أكتر،
كل دي حاجات بقرارات بتعتمد علينا ناخدها في الاول، وبعد كده نبتدي نظبط الجهاز بتاعنا يشتغل، نبتدي نقطف نقطف ونقطف. في المتوسط القطف ده بيكون حوالي هنقول مثلا 2000 جرافت، مش 2000 شعره، يبقى 2000 جرافت او 1500 ل 2000، عشان برضو الواحد ما يبقاش بيعشم الناس قوي، مش كل الحالات زي بعض، ممكن يجيب فوق ال 2000 كمان، لكن هنقول 1500 ل 2000. في المتوسط بنقول بيكون فيها شعرتين ونص، يبقى انا لو جبت 2000 جرافت في شعرتين ونص هيبقى 5000 شعره. في ناس ممكن نوصل بيها لستة وسبعة، لكن ما اقدرش اقول لواحد انا في مره واحده، طب افرض عايز اكتر، طب ممكن اجيبه تاني يوم ونعمل كمان مره، لان احنا تعبنا وانت تعبت، احنا 7 8 10 ساعات ساعات وناخد الشعر ده، يبقى ممكن نيجي بكره نعمل نفس القصه، نكمل النص التاني، ناخد نص تاني، ناخد نص اكتر، يبقى ساعتها ممكن نوصل 10000 شعره فعلا. ناخد الشعر ده بقى بنحفظه في محلول معين في درجة حرارة معينة بالتلاجة، وفي الحالة دي بقى بنروح حاطين عليه كمان اللي هي البي ار بي البلازما، تديله تنشيط. البروتوكول ده معتمد، في ناس كتيرة معتمد يعمله، في ناس يقول لك مش لا هو ثبت انه يفيد. نيجي في المنطقة بقى اللي اتفقنا عليها، وبنزرع الشعر ده في الحتة اللي اتفقنا عليها بالاتجاه اللي احنا ظبطناه بالمكان اللي احنا بالكثافة اللي احنا عايزينها. الزرع غالبا بيتم يدوي، بنعمل خروم صغيرة مقاسها محدود، المقاس بتاع الشعراية الواحدة غير المقاس بتاع الشعرتين غير المقاس بتاع ثلاث شعرات، وبنكون حضرنا الأول الجلد طبعا، ادينا بنج موضعي هنا، وبنخد حاجة تحط تخلي الجلد جامد شوية. الفتحة اللي بتتعمل دي مش عايزينها تكون فتحة في أرض رملية والرمل يقفلها، عايزينها فتحة في أرض طينية تفضل مفتوحة، فبندي حاجه تتحقن جوه الجلد تخلي الجلد جاي ماسك نفسه شويه، لما عمل فتحات تفضل مفتوحه، وبعد كده ازرع جيه جوه. في طريقه تانية بنعمل بطريقه تانية اسهل واسرع، لان احنا بنحط الشعر ده بنحطه جوه حاجه زي الحقنه، تقوم الحقنه دي نروح متكنها، تروح هي داخله بالابره بتاعتها عامله الخرم وسايبه البصيله جوه الجلد، يبقى انا قاعد طول الوقت بشتغل ومد ايدي اخد حقنه، هم يكون المساعدين او البنات اللي معايا بيعمروا الحقن كل واحده حسب المقاس، في حقنه مقاس شعره، في حقنه مقاس شعرتين، في حسب الابره بتاعتها تكون تخانتها قد ايه، وانت تاخد تك تك تك، اسهل واسرع. هي بس مكلفه اكتر لان الحقن دي غاليه وتكلف، لكن احنا بنتكلم عموما ازاي تتم عمليه الزراعه. خلصنا العمليه؟ خلصنا. بندي البلازما بتاعتنا تاني عشان نقوي البصيلات اللي اتزرعت، ندي فرصة أكتر إنها تعيش أحسن. يعني إيه تعيش أحسن؟ يعني هو كل البصيلات هتعيش اللي أنت زرعتهم دول، تقول لي 5000 شعر هيعيشوا كلهم؟ طبعًا لأ، في ناس في بصيلات بتبقى بتموت وأنت بتاخد، وده طبعًا مع الخبرة بتقل جدًا، وأنت بتقطف ممكن جدًا تلاقي نفسك قطعت البصيلة باظت. مع الخبرة مع الاختبارات اللي بتعمل قبل الزرع بنقدر نظبط الاتجاه والعمق بتاعنا صح بحيث انها تطلع سليمه، يبقى نسبه انها تتكسر واحنا بنشيل بتبقى قليله قوي، ما بتزيدش عن 3% مثلا، لكن ممكن تموت تاني. ممكن لو انت حطيتها في محلول غلط، ما انت بتسيبها شويه لغايه ما تيجي تزرعها، يمكن حطيتها في درجه حراره غلط، احنا بنحطها في ثلاجه مخصوص، علبه كده مخصوص تحط ثلاجه معموله لزرع الشعر، بصيلات محطوطه في محلول في درجه الحراره المظبوطه اللي احنا عايزينها. ممكن تبوظ وانت بتزرع، لو اللي بيزرع ده ايده تقيله او مسكها وخنقها دي عامله حاجه ديليكت قوي تروح تموت ما تطلعش. ممكن وانت بتحطها بالحقنه اللي بتحط بيها دي برضو ممكن تبوظها. اذا لو الناس اللي بتشتغل كلها في التيم بتاع زراعه الشعر ايدها كويسه النتيجه تبقى كويسه. كويسه يعني ايه؟ يعني بنتكلم في حدود من 85 ل 90% من الشعر اللي هيتزرع هيطلع. طيب هيجي يقول لك يا دكتور انا الشعر لما طلع خفيف، الشعر لما طلع ضعيفه، الشعر ما بقتش تخينه الا بعد مسافه طويله. هو ده الصح. الشعر الاول ما بتطلع بتطلع اولا بتاخد فتره صدمه لغايه ما البصيله دي تفوق من الشوك اللي خدتها وتبتدي تطلع شعره جديده، هتاخد لها حوالي شهر وساعات شهرين تبتدي تطلع شعره خفيفه.
تحس كده ان في شوك، في ابر ابتدت تنبت، واحد زي ده الاوكسجين بتطول، وبعد كده تبتدي تطول 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 بس رفيعه بس ضعيفه هي كده. بعد شويه تبتدي البصيله تاخد دوره دمويه اكتر، تبتدي البصيله بتاعت الشعر تكبر 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 تكبر، تبقى عامله زي بتطلع شعر اقوى، وتبتدي كمان الغده الدهنيه بتاعتها اللي هي بتديها الليونه والمرونه واللمعان والقوه تبتدي كمان تشتغل. ما هي برضه هتاخد وقت لغايه ما تشتغل، تلاقي العين بعد فتره جاي عايز شعر اقوى. حاضر اصبر، بنديك شويه حاجات وممكن نعمل جلسات بلازما كمان، مع الوقت تبص لها الشعر بقت اقوى واتخن واصح وفيها صحه اكتر، فيها قوه اكتر، وتطول تعيش تقص تطول تاني وتعيش وتتقص وهكذا. يبقى ده اللي مفروض احنا بقى بندي ادويه وبندي حاجات بعد الزرع عشان خاطر نحافظ على قوه ومتانه الشعره اللي تطلع. طيب اذا طريقه الاقتطاف هي الاكثر شيوعا وغالبا الاكثر اقبالا عليها، بس احنا قلنا فيها ان احنا بنحلق. في ناس بتحاول تعمل اقتطاف من شعر طويل، بس دي طريقه يعني مجهده جدا، تاخد وقت طويل قوي، ونسبه انك تقطع انك تحافظ على الشعره طويله وانت بتزرعها ما جابتش فايده كبيره. طب نعمل ايه لواحده مش عايزه تحلق شعرها؟ واحده ست او واحد راجل ظروف شغله ما تسمحش انه يحلق، في مركز شغله في مكان اللي بيشتغل فيه ما يقدرش انك تقول له احلق زيرو، احنا زيرو مكنه. بالنسبه لناس كتيره الموضوع سهل، بيطول في خلال اسبوع بتلاقي الشعر مغطي، الخروم الصغيره دي اختفت في خلال اسبوع تقريبا، يعني اللي هي بتبقى هنا. المكان اللي اتزرع فيه بيبان مجرد قشره سودة صغيره مكان كل واحده اتزرعت، القشره دي بتقع وتطير مع الهواء لمده 10 ايام تقريبا، كان شيء لم يكن، تبتدي بعد كده البصيله تطلع شعره جديده في عن شهر زي ما اتفقنا. طب ورا هي مش قادره تحلق مش عايزه، وهي مش ممكن واحده، مش كل البنات هيتقبلوا يحلقوا، البنات اللي شعرهم طويل معقول من ورا بنحاول نسيب شعر من فوق من الجناب ونيجي حالقين حته قد الكف هنا كده في النص، يوم لما بعد ما نخلص الشعر مغطيها مش باين انها راحت، طالما ان الشعر اللي ورا بينمو كويس ماشي يجوز. في بعض الناس نحاول نعمل نسيب شعر نرفعه كده ونحلق الحته اللي تحتيه، نعمل كذا صف صفوف محلوقه متغطيه بشعر طويل من فوقها، بس ده على حساب الكميه اللي هتتاخد طبعا، لما احلق حته كبيره هقدر اخد حته شعر اكتر. في ناس حتى دي ما ينفعش معاها، في ناس اصلا عملت الطريقه اللي هي بتاعت الجرافت الاف يو تي بقى اللي هي الطريقه الثانيه وعندهم جرح، يبقى في الحالات دي كلها يبقى ساعتها بناخد الطريقه بتاعت الشريحه الاف يو تي اللي احنا بنجيل الشريحه من الجلد بعرض الصباع كده، يعني تقريبا 2 سم بالكتير بالطول اللي احنا عايزينه من العرض من هنا لهنا، وناخد الشريحه دي بالمشرط الجلد بالشعر اللي فيه. الميزه بتاعتها ان ما حصلش حلقه، الميزه بتاعتها انه الواحد خرج من ورا كان شيئا لم يكن. الميزه الثالثه انه بعد ما الاقتطاف دي انتشرت الناس اللي مش عايزه تعمل اقتطاف قال لك طب نحسن طريقه قفل الجرح، حسنوا طريقه قفل الجرح واخترعوا طريقه جديده بتخلي الشعر يطلع جوه الجرح. يبقى بعد ما نحلق واحده مثلا واحد حلق وراح زرع وبعد كده راح يعمل عمره ولا حج وحلق بيبان خط رفيع من ورا فاضي، اللي بيحصل دلوقتي ان في وسط الخط ده طالع شعر، فاذا ما يبانش ان خط فاضي زي ما هو. اذا دي الطريقه الثانيه ليها لسه دور، بس طبعا دور اقل كتير من الاول. طيب نعمل ايه بقى بعد كده في الحالات الاصعب والاصعب، حالات اطفال، حالات محروقين، حالات مش عارف ايه، لسه في حالات كتيره كلام كتير عايزين نقول. خليكم معنا بعد الفاصل هنكمل موضوع زراعه الشعر. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وجالي سؤال هو السن المناسب ايه؟ طبعا احنا قلنا انه ما نبتديش في سن بدري قوي عشان نكون قدرنا نوصل لتوقع معين للنتيجه يكون قريب من الحاله بعد ما تكون استقرت. كل ما كان الحاله استقرت ووصلت للشكل الشبه نهائي بتاع الصلع، يعني الدرجه النهائيه اللي هيكون هيوصل لها، يبقى النتيجه هتبقى افضل. يا اما نعمل الصلع لو زرعناه بدري يبقى عارفين ان احنا هنعمل زرع تاني بعد فتره. ما فيش سن محدد، يعني مثلا ممكن واحد عنده 70 سنه يزرع، حصل في ناس عندها
في الستينات وبتزرع لان هو حالته الصحيه سليمه. يعني لو واحد عنده سكر او ضغط او غيره، طالما ان السكر مظبوط والضغط مظبوط لا يمنع، المهم الحاله الصحيه تكون عامه كويسه، ما يكونش في مرض مزمن، ما يكونش في حاجه. احنا بنعمل تحاليل قبل الزراعه، تحاليل روتينيه، ما يكونش في سيوله في الدم. يعني حتى اللي بياخد ادويه سيوله ممكن يزرع، بنوقفها حسب راي الطبيب المعالج 5 ايام قبل العمليه. ما يكونش فيه انيميا جامده، ما يكونش فيه انزيمات كبد عاليه، ما يكونش فيه قصور في وظائف الكلى، وظائف اللي هي روتينيه، التحاليل الروتينيه اللي بتتعمل بحيث الواحد يبقى عارف انه. لكن في حاجه مهمه، لما بنيجي نزرع بالذات في البنات او في الستات، في حاجه اسمها الشوكلاس اللي هو التساقط نتيجه الزرع. يعني انا هاجي ازرع في المنطقه اللي هنا مثلا، والمنطقه دي اوريدي فيها شعر، نتيجه الزراعه والحقن اللي بتتاخد عشان خاطر نقلل اي دم ينزل، وعشان نخلي الجلد اتخن زي ما اتفقنا، يبقى الجلد ماسك نفسه. الحقن دي بتاثر على الموصلات الموجوده فعلا قبل الزرع، بس تاثير مؤقت. تبص تلاقي بعد الزرع باسبوعين ثلاثه يبتدي الشعر اللي كان موجود اصلا يتساقط، مش كله لكن يزيد معدل التساقط شويه. تلاقي الست جايه قلقانه، وفي نفس الوقت اللي احنا زرعناه لسه ما ظهرش، لانه يا دوبك لسه بعد اسبوعين ثلاثه احنا اتفقنا انه هيبتدي ينبت بعد شهر شهر ونص. فدي مرحله اللي اسمها الشوكلوس، بتستمر شهرين. الشهرين دول الصيلات القديمه اللي ما عرضناهاش اللي هي اصلا موجوده على بال ما تفوق وترجع تشتغل تاني، ويكون برضو اللي احنا زرعناه ابتدى ينبت. ففي خلال الشهرين دول بس نكون قلنا الكلام ده قبل الزرع، انك بتتوقعي ان في فتره اسمها الشوكلوس بتحصل بعد الزرع. وفي نفس الوقت احنا نقدر نقللها باستعمال البلازما واستعمال الميزوثيرابي قبل وبعد الزرع بقدر الامكان بسرعه، ونقدر نخلي الدنيا بعدها تبقى فتره الشوكلوس دي اقل، اللي هي الفتره اللي بكل واحد عنده احباط، بيكون عنده زعل، يا ترى نتيجه الزرع هتبقى حلوه ولا لا، يا ترى الشعر ده العمليه بين عليها ما نجحتش. الكلام ده كله بيبقى لما اتكلم فيه قبل العمليه تبقى النتيجه افضل. احنا عادة بندي العلاج بتاعك سامبو تغليب والعلاج المطلوب بعد العملية اللي بيستمر حوالي اسبوع. بنستعمل الغسيل والتنشيف بطريقة معينة بشامبو معين بنديهولك وانت بعد او بنديهولك بعد الزرع. ساعات بندي كمان ادوية بتقلل الفترة اللي القشرة موجودة فيها، القشرة السوداء اللي بتتكون. لو انا زارع في وسط الشعر مش مشكلة، نقطة سوداء بتبان بتبقاش باينة، لكن لو واحد عنده اصلا حتة فاضية وزرعنا فيها بتبان نقط سودا جنب بعض، احنا بندي الدويه دلوقتي بتخلي النقط السودا دي تقع اسرع، يعني بدل ما تقعد اسبوعين تقعد اسبوع بس. اللي هي دي الفتره اللي غالبا الواحد بيتدارى فيها عن الناس. لكن يقدر بعد اسبوع تكون القشره دي وقعت، يبتدي ما يبان اكنه ما كانش حاجه. القشره لما بتقع بتاخد معاها الشعرات الصغيره اللي كانت فاضله. احنا لما بنزرع اتفقنا بنحلق زيرو، حتى لو عملنا طريقه الشريحه الاف اي تي بنحلق برضه الشريحه دي زيرو. فالشعره اللي بتتزرع بتكون طولها 2-3 مللي، لكن في نظر اللي بتزرع له هي دي الشعره. يا سلام، بص في المرايه كده جميله. لما تيجي القشره تقع غالبا الشعره دي بتقع. ياه دي جايبه قلقان، جايبهم اللي رموهم لي كده ليش؟ بص يا دكتور الشعره وقعت. ايوه الشعره دي هي ورقه الشجره. يعني انا لما باجي ازرع شجره من مكان لمكان، مش الورق بيصفر ويدبل ويقع وبعد كده الجذر يطلع ورق جديد؟ هي نفس القصه، هي دي ورقة الشجرة اللي اتصفرت ودبلت وقعت. ما تقلقش منها خالص، البصيلة عايشة هتطلع منها شعرة جديدة أو ورقة جديدة. طب افرض البصيلة وقعت هتعرف ازاي؟ يجي يقول لي ده ايه؟ ده انا شايف دي بصيلات وقعت، دي مش البصيلة، ده دي الشعرة القديمة اللي هي طالعة ناشفة. لو بصيلة واحدة من اللي احنا زرعناهم جوه الجلد هو اللي بيحصل. يعني ليه احنا بنقول للناس أول ليلة ناموا مرتاح، خلي راسك مرفوعة وريح يوم التاني يوم بعد الزرع بس؟ ليه؟ لان هي دي الفتره اللي الجلد الشعره اتحطت كده والجلد مسك عليها كده، هي دي الفتره اللي الجلد بيقفش ويلتئم ويبقى كله حته واحده مع البصيله. حصل التئام خلاص 48 ساعه بتكون خلصت. لو البصيله دي فكت من الالتئام ده، يعني وقعت، هتلاقي مكانها نقطه دم تطلع، دم سائل، سائل دم، نقطه كده نازله. ليه؟ لان ده جرح في الجلد. لو ده ما حصلش ما حصلش، انا بصيله فقدناها. تطمن. بنقول لك ازاي تنام، بندي لك مخده معينه بتنام عليها وفوطه بتحس انك انت تقدر.
اول ليله او ليلتين دول تكون الدنيا عندك مظبوطه والنظافه والالتئام يعني كله يتم مظبوط، ما عندناش مشكله في الحاجات دي، لان هي دي الاساس. وان تبقى في طبعا تعليمات ازاي هتغسل شعرك، وازاي تبتدي تستعمل السشوار امتى، وتبتدي تستعمل كريمات شكلها ايه، وتستعمل ادويه عشان الشعر يساعد على النمو، ادويه لفتره محدوده يعني. يعني واحد زرع زرعه بقى لازم يهتم بيها، مش كده شغل الناس اللي بتفهم في الزراعه، ما فيش حاجه اسمها زرع ويجري، لازم نديها نوع من انواع المقويات، ونديها عنايه، وتتسقي امتى، وتتغسل امتى، لغايه ما تبتدي تقف على رجليها خلاص مش هنشوفك تاني. يعني متابعه بتبقى اول بعد الاقتطاف يمكن اول اسبوع 10 ايام، بعد كده عيش حياتك، هتبتدي الشعر تطلع لما يطول، يبقى تعالى بعد كام شهر. نقدر نعمل زرع تاني؟ طبعا نقدر. يعني في ناس بنعمل لهم الزرع على يومين، يوم وتاني يوم شويه كمان لو عايز كميه كبيره. لكن لو عايز كميه عاديه هنزرع مره ونستنى لما تطول، يبقى بعد 6 شهور ويفضل بعد سنه يكون الدنيا بقت ثابته وحلوه وعرفنا خلاص الدنيا بقى فيها ايه، نتقل. طب ما عملناش تتقيل ليه من الاول؟ من الاصل احنا بنحاول نتقل بقدر الامكان اقصى ما نستطيع، لكن الحصول على كثافه اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى من اول مره صعب. لو انا جبتهم قربتهم او من بعض الزرعتين هيتخانقوا مع بعض. واحد بيزرع نخل مش لازم يسيب 3 متر من كل نخله والتانيه؟ لو قربهم من بعض هيحصل ايه؟ الاثنين هيموتوا بعض. نفس الشيء احنا عندنا في الزرع مسافه معينه بنقدر نعملها كثافه، بنحسبها بالسنتيمتر المربع، هنقدر نعمل كثافة معينة ونخليها حلوة مقبولة. طب أنا عايز أكتر، بعد ما يكون كل واحدة منهم خلاص طلعت وخدت الدورة الدموية السليمة، أجي بعد فترة أزرع بينهم واحدة تانية تقوم تدي الكثافة أقرب ما يكون للكثافة الطبيعية بتاعة الشعر. في بعض الناس بيبقوا بيكتفوا، أو هقول معظم الناس بيكتفوا بالكثافة المعقولة اللي اتعملت، إنما الأهم من الكثافة إن ما يكونش باين إنك زارع. وده أكبر تقدم حصل في زراعة الشعر. وده اللي بيبين جراح من جراح، وده اللي بيبين واحد عنده السنس بتاعت الفن ولا لا، انه ما يبانش ان ده زارع، ان الشعر يبان متعرج خفيف، كثافه متدرجه، رفيع قدامه كبير ورا، بحيث اتجاه الشعر يكون طبيعي. هو ده. انا بعتقد ان انا لو شفت واحد وعرفت انه زارع شعر يبقى معناه العمليه دي مش حلوه، العمليه دي فاشله، لان الطبيعي انه يطلع طبيعي مش باين. وده اللي خلى زارع الشعر زمان ايام ما كانوا بياخدوا صحبة من الشعر، كان يعني الجرافت بتاعت الشعر فيها 15 و20 شعرة، تاخد كده تقور من ورا وتحط قدام جزيرة، فبقت جزر من الشعر منعزلة بينها حتت فاضية، عاملة زي الشعر بتاع العروسة، زي الخصل بعيدة عن بعض، فما كانتش حاجة حلوة، ادت سمعة وحشة للشعر. الكلام اللي احنا بنقوله ده ما بدأش غير في أواخر التسعينات، وده اللي كان أكتر حاجة لفتت نظري. كنت في فرنسا سنة 96 وشفت النتائج ابتدت ازاي تتطور، فقلت انا هبتدي اعمل زراعه شعر. تاخد وقت. سافرت البرازيل، سافرت فنلندا، ناس كبار قوي جراحين التجميل اللي بيشتغلوا زرع شعر حلو. انا بميل ان جراح التجميل هو اللي يزرع شعر. عنده السنس وعنده خبره وعنده الجراحه دي سهله بالنسبه له، وطول عمره شغال في حاجات ليها علاقه بان السنس بتاعت الجمال، احساسه بالجمال اعلى. فبالتالي رحت مشيت ورا اكبر جراحين تجميل بيشتغلوا زراعه شعر. برازيل وفنلندا وفي امريكا وفرنسا والصين. خدت فتره طويله لغايه ما ابتديت اقول للناس سنه 2002 4 سنين انا ابتديت ازرع شعر. ابتدينا نزرع واحده واحده بالتدريج، عملنا رساله دكتوراه في القصر العيني ورساله ماجستير ورساله دكتوراه ثانيه، بحيث ان احنا نشتغل اكتر، ابتدينا نعمل سمعه اكتر، ابتدى النتيجه تبقى احسن. يعني بياخد وقت لكن في الاخر يستاهل. عمليه ومش عمليه. بنج موضعي قاعد طول الوقت انت بتسمع. الوقت بقى اللي بنزرع فيه ده انت على كرسي كده وحاطط ايدك رجل على رجله، تزوره قدامك تتفرج عليه، ممكن تتفرج على الايباد، ممكن تنام اي وقت حبيت، تريح، تخش الحمام، تشرب شاي، تتغدى، كل ده وارد، بحيث ان انت في الاخر تحس ان الموضوع سهل. لكن الحاجه الوحيده اللي ممكن تكون يعني هي شكه البنج، ابره بتاعت البنج اللي بتاخد في الاول، ودي ليها تكنيك معين بنقلل بيه الاحساس بتاع الوجع ده، بحيث ان احنا نخلي العمليه سهله. احنا عايزين كده، احنا عايزين نعمل عمليه يكون حاسسنا سهله، يبقى حاسس ان احنا قاعدين نتكلم وبندردش وحكاوي، التلفزيون شغال او تسمع قران او بتعمل عندك اوبشنز كتير قوي اثناء العمليه، بحيث ان انت ما تحسش بالوقت اللي احنا
خدناه اثناء العمليه اللي هو 8 ساعات 7 ساعات 6 ساعات يعني برضو مش فتره قليله، لكن لما نبص في تفاصيلها هتحس ان الموضوع اسهل بكتير من انك انت عارفه. النهايه انه يا ترى المستقبل اللي هيكون ممكن اجيب شعر من حد تاني ازرعه في حد؟ حاليا مفيش كده، ما نجحتش التجارب اللي اتعملت وجسم بيلفظه. هيقول لك طب ما انت اشمعنى بناخد الكلى والكبد ونزرعهم؟ طبعا اللي بيتعمل له زراعه اعضاء كبيره زي دي بياخد ادويه مثبطه لجهاز المناعه طول عمره. مش معقول في الشعر هنعمل كده. زرع شعر بيديك ادويه مثبطه للمناعه طول عمرك، ما تستاهلش. زرع الشعر مش حاجه لايف سيفنج زي الحاجات التانيه، الحاجات التانيه دي بتنقذ حياه. يعني تاخد ادويه وتعيش حياتك بطريقه مختلفه طول عمرك، انما زراعه الشعر ما ينفعش. موضوع زرع الشعر ما يخلصش كده، لازم برضو نهتم بالشعر ازاي؟ خاصة في فصل الصيف، وبالتالي أوعدكم الحلقة الجاية إن شاء الله بعد أسبوعين هنكون ازاي نعالج وازاي نحافظ تساقط بقى مش الزرع. ده لا يمنع إن احنا عايزين نقول حدوتة سريعة. كانوا نزلوا مرة إعلان إن هو طالبين إنك أنت وظيفة، فعملوا سؤال للناس اللي جايين تقدموا الوظيفة دي. أنت راكب عربية في ليلة ممطرة وشتاء ساعة، وعند موقف الاتوبيسات لقيت 3 واقفين، واحدة ست هتموت لو ما راحتش المستشفى دلوقتي، واحد صاحبك اللي عمل لك جميل وانقذ حياتك ولازم محتاج يتوصل، والتالتة واحدة ست اللي هي فيها كل مواصفات انها تكون صاحبتك او زوجتك، انت بتدور على زوجتك. ما عندكش غير مكان واحد في العربية، توصل مين فيهم؟ ادوا السؤال ده ل 200 واحد تقدموا. كلهم صيتوا الا واحد. كل واحد يقول انا اختار ست، طب انت ما خسرت ساعتها صديقك وخسرت اللي كانت تكون رفيقه حياتك، واحد يقول اوثقك وهكذا. اللي كسب قال ايه؟ فكر تفكير خارج الصندوق. قال لهم بص، صاحبي اللي عمل لي جميل ده مش عايز اخسره، هديله مفتاح العربيه. واقول له خد الست العيانه اللي هتمد وصلها المستشفى، واقعد انا مع الست اللي ما صدقت لقيتها تكون رفيقه حياتي ومراتي، نستنى الاتوبيس مع بعض. هو ده التفكير. ده التفكير اللي خارج الصندوق، التفكير الغير منطقي، وده اللي احنا عايزينه النهارده عشان نحل مشاكل البلد ونقدر ننهض باي حاجه مشاكل تقابلنا. لازم نفكر تفكير غير تقليدي، وده الحماس بتاع الشباب اللي احنا عايزين نشوفه، انه يبتدي يشوف المشكله ويفصصها عشان تتحل صح. اشوفكم على خير ان شاء الله بعد اسبوعين، وان شاء الله بكره ما تنسوش حلقتنا مع عياده القلب والدكتور جمال شعبان، والسلام عليكم ورحمه الله.